بداية أسعد الله صباحكم وحياكم الله ويا أهلا ومرحبا بكم. سعيد بتواجدي وياكم. جميل أني ألتقي مع مجموعة من الشباب من الأخوة والأخوات اللي هم حقيقة قادة من قادات حكومة دبي. اليوم إحنا بنتكلم عن تجربة جمارك دبي في إدارة الأداء. وجزاه الله خير قبل شوية سعاد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي قدم كلمة مهمة جدا وتمحورت حول كيف أهمية الأداء وكيف الأداء غير وكيف أنهم قدروا في محاكم دبي أنهم يغيرون فكر عملائهم ونظرتهم وتقييمهم لرضاهم عن المحاكم. هذا الشيء ما كان بيستوي إذا كانوا المحاكم بروحهم ما غيروا نظرة نفسهم لأنفسهم ونظرتهم لعملائهم. لكن احنا خلينا نبدأ دائما في عروضنا اللي نتكلم فيها عن التميز وعن الريادة وعن تجربة جمارك دبي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول: قبل أن نقيم المستقبل علينا أن نلقي نظرة سريعة على الماضي لأنه الأساس للمستقبل. عشان احنا نقدر نعرف أهمية الأداء، الأداء عبارة عن مخرج، فاحنا يجب أن احنا نعرف شو اللي صار قبل هذا. من أكبر المنظرين في علم الاستراتيجية والأداء ميشيل بورتر، من هالكلمات عجبني أول واحد اللي هو: جوهر عملية التخطيط الاستراتيجي هو اختيار ما لا يجب أن تفعله. احنا دائما نقول الخطة الاستراتيجية تأخذني إلى مكان معين، أنا وين اليوم وين بروح، لكن بعد ما يصير هذا الموضوع عادة عندكم في دوائركم الحكومية بتكتشفون أن الخطة تساعدكم أنكم تحددون شو الأشياء اللي ما تبون تسوونها، الأشياء اللي تضيع وقتكم، الأشياء اللي ما فيها نتائج، الهدر. لأنك إذا ما سويت كذي فبتكون من الجروب الثاني. المؤسسات اللي ما عندها خطة استراتيجية تستطيع أن تفعل أي شيء، واللي يفعل كل شيء ما ينجز أي شيء، لأنه باختصار متخبط في عمله. أنا ببدأ في البداية شوية حقائق عن جمارك دبي بالنسبة للأخوة والأخوات على أساس أنه يكون عندكم نوع من النظرة عن الجمارك. نحن في جمارك دبي نعمل على المنافذ الحدودية والجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية. نحن خط الدفاع الأول لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلالها دورنا يتركز حول تسهيل مرور البضائع، لكن بنفس الوقت يجب أن نكون خط دفاع ونحمي مجتمعنا ودولتنا من أي مواد ضارة. نحن نشتغل في أكبر ميناء في المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتاسع على مستوى العالم. عندنا 12 مليون حاوية سنوية تمر من خلال جمارك دبي. عندنا 17 ألف بارجة تمر على ميناء جبل علي. عندنا أكثر من 190 مليون رحلة. سلامت الله وبركاته. عندنا أكثر من 190 مليون رحلة طيران سنوية نتج عنها أكثر من 84 مليون مسافر. خلينا نتخيل فقط النمو اللي قاعد يحصل في نشاطات الحكومة سواء في المطارات أم في الأماكن المختلفة، وخلينا نقارن فيها بالموارد بنكتشف أن جمارك دبي لآخر 6 سنوات ما زادت ولا موظف واحد في كادرها الوظيفي، رغم أن عدد المراكز الجمركية زادت، عدد المطارات زادت، عدد المسافرين زادوا، عدد الحاويات زادت. ليش؟ لأن في عندنا متابعة للأداء ورفع في الإنتاجية. البضائع عندنا موزعة 18% تأتي عن طريق البر، 35% عن طريق البحر، و 46% عن طريق الجو. هذه كقيمة.
هذه النسبة مهمة جدا وأنا دائما أفخر فيها. نسبة 0.56%. هاي نسبة مساهمة الدولة في الاقتصاد العالمي كتجارة. نسبة بسيطة جدا. لدولة صغيرة في حجمها، حديثة في عهدها. لكن احنا خلينا نقول هذه الدولة الصغيرة إنجازاتها أعلى من من؟ نسبة مساهمتها أعلى من النمسا. نسبة مساهمتها أعلى من جنوب أفريقيا. نسبة مساهمتها أعلى من إيران، الدولة المقابلة اللي عدد سكانهم أضعاف سكاننا. ونشاطاتهم وعندهم موارد طبيعية. إنتاجيتنا، حجم التجارة اللي عندنا يفوق هذه الدول. هذا الشيء ما كان بيحصل وما كان بيستوي لولا وجود قيادة ولولا وجود مؤسسات ودوائر حكومية تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار العالمي. معلومة بسيطة أخرى، نحن في جمارك دبي وفي دبي بالأصح 76% من حجم تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة يمر من خلالنا، والإمارات الست الباقية تتقاسم 24% الباقية. إذا تكلمنا عن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما فيها عمان وقطر والبحرين والكويت والسعودية، بنشوف أن 67% من التجارة البينية بين هذه الدول تأتي من دبي. وبالتالي تأثيرنا على مستوى الدولة، على مستوى المنطقة، على مستوى العالم. عدد معاملاتنا في نمو من 2013 إلى 2016 من 7.9 مليون ترانزاكشن إلى 9.1 بدون زيادة أي موظف جديد في جمارك دبي. نفس العدد. إذا بنتكلم الحين عن تطور الأداء المؤسسي في كمنظومة ريادة، في حقيقة الأمر أنا لازم أبدأ أول شيء أتكلم شوية عن برنامج دبي الأداء الحكومي المتميز. هذه بعض المحطات، محطات تقديرية من وجهة نظري أنا ومعاشرتي للبرنامج هذا. البرنامج هذا باختصار غير ثقافة، أنا ممكن أقول أنه حتى غير نظرة شعب لنفسه، غير نظرة العالم لهذا الشعب، شعب دبي. كيف؟ البرنامج هذا يوم بدأ في 1997 بدأ يدرب الناس، بدأ يتكلم عن مواضيع معايير بسيطة. بدأوا الناس يتكلمون عن الجودة، بدأوا الناس يتكلمون عن المنهجيات، بدأوا يتكلمون عن الأنظمة الإدارية. وكان في مقاومة شديدة في هذا الجانب. بعد هذا تطرقوا إلى موضوع الرضا والعملاء ودراسات متسوق سري، قياس رضا عملاء. هذه كانت أشياء عجيبة في الدوائر الحكومية ما سمعوا فيها. يمكن عدد كبير منكم هنا ما شاء الله تبارك الله شباب، لكن الناس اللي مثل جيلي أنا اللي عاشرنا البرنامج من أول يوم من 20 سنة، شفنا أشياء كانت في ذاك الزمان إذا قلنا لكم أنها اليوم أنها كانت موجودة ما بتصدقون. من ممارسات هذا الفكر تدرج. ليش تدرج؟ لأن مثل واحد لما يكون عنده ولده يبدأ يعلمه شوية 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 ويربيه. أيام زمان كانت التربية بالعصا، اليوم التربية بالتحفيز. وهذا البرنامج هي بناء توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد لتربية الدوائر الحكومية، وهذه الجائزة انوضعت كنوع من التحفيز. هذا مو من فلان أحسن من علان، لا، هذا لأن لكل مجتهد شو نصيب. التغيير استمر، وتكلموا عن الأداء، وتكلموا عن البالانس سكور كارد، تكلموا عن التخطيط الاستراتيجي. بدأت الدوائر الحكومية تسوي خطط استراتيجية. في السابق ما كان في خطط، وإن كان موجود كان بعض المشاريع كونسلتنت أربن بلانينج.
امور معينه هي الكونسلتنت يسويها لمشروع معين كم من مليار، وسوى لك خطه وقال لك هذا هو. لكن التخطيط باسلوب العلمي اللي اليوم كلكم تتكلمون عنه ما كان موجود. يمكن يكون موجود في دائره، في قسم، عند شخص معين، لكن ما كان ثقافه على مستوى اماره. اتطور وبدوا يتكلمون عن افضل الممارسات، بدوا يتكلمون عن الرياده، بدوا يتكلمون عن التنافسيه، بدوا يتكلمون عن امور. اليوم لما احنا نسافر للاطلاع على افضل الممارسات، الناس اللي رحنا نشوفهم نعطيهم وقت صعب، لان مو باي شيء قام يبهرنا. الكونسلتنتس لما قاموا يجون، اذا بيجون قاموا يحصلون وقت صعب ويانا، لان نحن النولج اللي عندنا والمعرفه المتراكمه عاليه جدا. قدرنا نحقق هذا برنامج مثل هالورش اللي تشوفونه اليوم. انا كنت احضر الورش في البدايات، كان عدد الحضور 14 16 شخص. اليوم اللهم بارك القاعه مليانه. فرق كبير. في السابق كانوا يبون محاضرين من الخارج، اليوم المحاضرين من الداخل. انا حاولت ان افكر شو البرنامج هذا علمني انزين، وصراحه انا ما قدرت اني حتى احطه في سلايد واحد ولا حتى دوره واحده، لان في كل سنه نتعلم، في كل سنه نحن نتطور، في كل سنه الله يهديهم الجماعه في البرنامج يصعبون علينا. ليش؟ عشان ما نرتاح. فعمليه التخطيط الاستراتيجي انا ما بتطرق اليها كثير، لان انا اتوقع ان كلكم عندكم باك جراوند في التخطيط الاستراتيجي. في جمارك دبي اذا تكلمنا عن الخطط الاستراتيجيه اللي مبنيه على مفهوم المشاركه والكاسكيدنج توب بوتوم بوتوم اب ابروتش، نحن بديناه في 2007. قبل هذا كان في عندنا خطط استراتيجيه كونسلتنت جايبين مسوي لنا اياه، مثل ما قال سعاده مدير عام دائره المحاكم، كانت حكر لاشخاص معينين. لكن بمنظوره الشمولي بديناه في 2007، كان عندنا خطه اولى وثانيه وثالثه. هذا كان مراحل تطور، كل مرحله كانت تعلم، كل مرحله كانت نضج، كل مرحله قمنا نستفيد فيها. اخر خطتين استراتيجيات احنا سويناها بالكامل بمجهود موظفينا دون الاستعانه باستشاري واحد، حتى مش بارت تايم، كله بالكامل بمجهوداتنا نحن ومجهودات شركائنا. اللي اليوم قمنا نعرف شو معنات الشريك. في زمن من الأزمنة كنا نقول هو من هو الشريك؟ تذكر بالوليد؟ خلال احنا هاي مسيرتنا مع تطور الأداء، بدينا في عام 2006 طبقنا البلانس سكور كارد على مستوى مؤسسي فقط، كنا مستانسين نورتون اند كابلن. في 2009 كان عندنا 45 هدف استراتيجي، طبقنا البلانس سكور كارد الجيل الثالث، وصار عندنا ترجمه لبطاقات الاداء المتوازن على مستوى التشغيل، وكان عندنا اكثر من 500 مؤشر. طورنا في عام 2012 صار عندنا 42 هدف استراتيجي، لكن كان في صار عندنا مساهمات في اللجان القطاعيه على مستوى الاماره، صار دورنا اكبر، صار في شراكه، صار في تكامل بيننا وبين شركائنا الثانيين. 2015 صار في نضج اكبر عندنا، الاداء احنا السلسله نتعلم من خلالها ونتطور كل سنه عن سنه. قمنا احنا نعرف انه مو بكل اللي نقيسه المفروض نقيسه، ولا كل اللي نقيسه هو الاهم بالنسبه لعملنا، فقمنا قللنا من 45 الى 19 هدف استراتيجي. ولمعلوماتكم العامه، في احدى الاجتماعات فريق القياده تحمس زياده ونزلنا عدد الاهداف الاستراتيجيه الى اقل من 6 اهداف. لكن بعد دورتين قياس، بمعنى بعد ربعين، اكتشف فريق القياده ان اتس تو ايرلي تو جو تو ذيس ليفل. فاستمرينا على موضوع 19 هدف او غايه استراتيجيه. طبعا هذا هو هيكليه نظام الاداء المؤسسي عندنا في الدائره المبنيه على التخطيط الاستراتيجي. فعندنا من حكومة دبي ناخذ الاستراتيجيات المحلية الاتحادية، خطة دبي 2021، توجهات عامة، اتفاقيات دولية مع استشراف للمستقبل.
بعدين نبدا في عمليه التخطيط الاستراتيجي من خطط الى غايات الى اهداف، كاسكيدنج داون على مستوى الوحدات التنظيميه نزولا الى مستوى الاقسام. عندنا اداء استراتيجي، مؤشرات الاداء الاستراتيجيه كذلك. بعدين هني على مستوى القطاعات والادارات والوحدات التنظيميه اللي هو المور اوبريشنال ليفل. هني عندنا كاسكيد حسب، عندنا مؤشرات اداء للمشاريع والمبادرات، عندنا مؤشرات اداء للخدمات، وعندنا مؤشرات اداء للعمليات، وطبعا عندنا مؤشرات اداء للافراد. وكلهم هذيل مربوطين ضمن منظومه متكامله. بشكل جميل جدا. في التطبيق نايت مير. يعني اذا بيسوون فيلم رعب جديد انا اقول لازم يسوون فيلم رعب على هذا. كيف انك تسوي هذه الموائمه بين كل هذه المؤشرات؟ خلينا ناخذ فرضا عندنا هنا مثال توضيحي. عندنا نحن هدف استراتيجي توفير بيئه داعمه للتجاره الدولية والمسافرين. عندنا يطلع منها تطوير وتسهيل الخدمات، نسبة حداثة وريادة الخدمات، ننزل إلى مؤشرات تشغيلية. عشان نقيس هذا المؤشر المؤسسي عندنا 6 مؤشرات تشغيلية، نزلنا إلى تنبؤية قصدي، ننزل إلى مؤشر تشغيلي، ننزل إلى مؤشر خدمات، ننزل إلى مؤشر عمليات. بهذه الطريقة صارت عندنا خارطة واضحة. الحين هل هي عبارة عن بلوكس؟ نو. ها كلها لينك. احنا ما حصلنا صعوبة ان احنا نسوي الاشياء هاي، كانت الصعوبة كيف انك تسوي اللينك فيما بينهم، كيف انهم تخليهم يتكلمون مع بعض. حبيت ان اتشارك وياكم بعض افضل الممارسات الداخلية اللي عندنا، اللي نحن وي ثينك ذات وي ار براود اوف. تو ميك ات ديفرنت، لان الاداء المؤسسي والاستراتيجيات في دورات تدريبية وناس كلهم خذوها and it is not something new to talk about. من الأشياء الجميلة اللي عندنا في جمارك دبي عندنا منهجية لإدارة المشاريع. اليوم لما احنا نتكلم عن النتائج وأن الدائرة تمشي بناء على النتائج وأن أهم شيء الإدارة بالنتائج، جزء كبير من عملية التطوير والتحديث يجب أن تدار بناء على منهجيات إدارة المشاريع، لأن هذا علم متكامل بحد ذاته. اللي نحن سويناه هذا الفريم ورك نحن طورناه، مش موجود. اوكي؟ قدمنا عليه حتى كذلك براءة حقوق ملكية فكرية. دمجنا من خلاله مدارس مختلفة وطلب وستاندرز مختلف، سواء كان الستاندرد من البي ام اي اللي هي مال البروجكت مانجمنت، أو خذينا من نموذج دبي، قصدي برنامج دبي ذا حكومي المتميز، أو خذينا كذلك من الخاص بالسيكوريتي الستاندرز وكذلك الايزوز. فهنا حددنا فوق اول شيء عندنا اول لاير الاوديت، وعندنا اللي هو الفيز اكزيت. في ناس دائما يبدون في مشاريع ويكون عندهم هدف انه لازم المشروع يستوي. احنا في جمارك دبي خلال مراحل المشروع نؤمن ان مش كل المشاريع بتنجح، وليس كل المشاريع يجب ان ترى النور في النهايه. في مشاريع يجب ان نكون جريئين ونقول هذا مشروع يجب ان يقف او يلغى. عندنا ستيرنج كوميتي، عندنا مرحله الديسكفري اللي هي مرحله الاستكشاف، وهي ما قبل العمل، ما قبل ما احنا حتى نسوي دراسه للمشروع. هاي مرحله الاستكشاف. شو اللي قاعد يسوي في العالم؟ تبى تسميها استشراف مستقبل، تبى تسميها شو اللي قاعد يسوي في العالم، وفيها مراحل. كل نقطه من هذه النقط اللي تشوفونها قدامكم الدوتس، كل هذه الوحدة عبارة عن دوكيمنت. كل وحدة من هذيل عبارة عن تاسك. نبدأ إلى مرحلة الانيشيشن اللي هي البداية. نبدأ بالمشروع. أول شيء ديسكفري استطلاع، بعدك ما بديت في المشروع. نبدأ بعدين في مرحلة الانيشيشن، نبدأ في المشروع وليس تطبيق المشروع. بمعنى نحن مهتمين في هذا المشروع. نبدأ بعدين في مرحلة الدراسة. يعني احنا الناس دائما يبدون في البدايه يقول لك المشروع سوي لي دراسه جدوى، سوي لي دراسه للمشروع، صح؟ نحن عندنا قبل هذه المرحله في مرحلتين اثنين مش موجوده في اي دائره حكوميه. عشان نتاكد ان نحن ما قاعدين نضيع وقتنا وان احنا قاعدين نشتغل فيه بيحقق باسرع وقت ممكن، فاحنا ناخذ في مرحله التفكير ناخذ شويه وقت اكثر من مرحله التطبيق. بعدين ياتي عندنا موضوع الامبلمنتيشن، وبعدين عندنا التشغيل، وبعدين عندنا السستينابيلتي، بمعنى كيف هذا الموضوع يستمر؟ لان شو يستوي في اداره المشاريع؟
الدوائر كثيره تجيب شركه او عندنا اداره مشاريع يسوي المشروع، مشروع بعد ما خلصها اعطاه للاونر طق مشروعك بوي تولى انت خلاص خلصه. لا 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 انت تستمر مع الاونر بعد التطبيق سنه اقل ما فيها عشان تضمن ان اللي كان مخطط واللي درسته واللي تكلمته فيه في البدايه قاعد يطبق على ارض الواقع. طبعا عندنا بناء عليها امور كثيره جدا، نسخه هاي بتكون متوفره ممكن تطلعون عليها، لكن هذا فكر وفكر مطبق ومطبق من اكثر من 5 سنين. هذا الفكر خلانا نحصد العديد من الجوائز، خلانا نحن نتفوق على الكثير، خلانا نحن نتفوق على انفسنا ويكون عندنا مشاريع ومبادرات. هني عندنا كذلك من احدى المبادرات الثانيه اللي عندنا، نحن نبدا دائما بطلب المبادرات والمشاريع. لما نبدا نطلب المبادرات والمشاريع احنا عندنا تحديد مثل منظمه التجاره العالميه، منظمه الجمارك العالميه، دول مجلس التعاون، قوانين، تشريعات دوليه، محليه، اتحاديه، عندنا خطه دبي، عندنا خطه الجمارك، هذه كلها تعتبر مدخلات. يجب ان نحن نسوي في كل وحده من هذه الجاب اسسمنت ونطلع منها شو اللي لازم نسوي. بناء عليه يطلع عندنا مبادرات ومشاريع سواء كانت على مستوى المؤسسة أو القطاعات أو الإدارات أو الأقسام. وبالتالي إحنا ما عندنا بس مبادرات على مستوى الدائرة لأن في النهاية ممكن تطلع لك أنت على مستوى الدائرة بعدد بسيط من المبادرات، هي المبادرات الضخمة الكبيرة. وبتكتشف بعدين في حقيقة الأمر يوم بتشتغل أن في إدارات معينة مش جزء من هذه الخطط والمبادرات. شو يعني؟ يسكرون الدكان؟ نو. كلا في مجاله لكن يختلف الحجم والتأثير بهذا. عشان كذي لما نتكلم عن تحديد الأولويات نحط خارطة الطريق، نحط دراسة لكل المشاريع والمبادرات، يكون عندنا تقليل وضع المشاريع وعندنا هذا الشيء. This is really different. احنا نقيس فوائد المبادرة والمشروع من البداية إلى التسليم وإلى ما بعد التسليم. لأن في مرات كثيرة نقول والله إحنا عندنا فوائد من هذه المبادرة، ودائما في البداية نأخذ موافقة المدير العام واللجنة نحط كلام وايد بيزيد الرضا وبيوفر النفقات وبيزيد الإيرادات وفيها ريادة عالمية ومنحصل جوائز وكل ما زاد اللست كل ما أخذ القبول أسرع. كل احنا نراجعه اللي سميناه فوائد. فوائد الناس يفهمون كلمه الفوائد بالارباح. The same thing we run the things here. من الاشياء الثانيه اللي عندنا كذلك كيف قدرنا في جمارك دبي ان احنا نخلي خطتنا الاستراتيجيه مربوطه الى مستوى الناس يقولون الموظفين صح؟ احنا ربطناها الى مستوى العمليات. وبالتالي عندنا ربط كامل على مستوى الدائرة. كيف؟ ربطنا الاستراتيجي بالتشغيلي، لأن دائما الناس الاستراتيجيين يعيشون في برج عاجي، في برج جي مختلف وبروحة، والناس اللي في الأوبريشن دائما يقولون أنت تتكلمون لغة ثانية. ربطناهم كيف؟ لما ربطنا العمليات بالخدمات وربطنا الخدمات بالأهداف وربطنا العمليات بالاستراتيجية وقدرنا بناء عليه نربط أكثر من 337 عملية بالخطة الاستراتيجية للدائرة. يعني اليوم يوم تمسك الخطة الاستراتيجية عندك الغايات والأهداف والمبادرات بيقول لك كل وحدة فيها شو مربوطة بالخدمات إلى مستوى العملية وفي أي عملية بتأثر من عمليات دائرة جمارك دبي. هني إحنا جينا على موضوع الكاسكيدينج. كان عندنا اجتماع قبل فترة وتم تحديد مؤشر رضا الموظفين. فالقيادة قال أنا المؤشر يرتفع رضا الموظفين إلى هذه النسبة. فالحل الطبيعي شو؟ نزل النسبة على مستوى كل حد. إحنا لا. إحنا نأخذ المستهدف مثل هذا رضا العملاء فرضا. المستهدف فرضا مثال، هذا مثال وليس واقع. 80% النزلة فرضا على القطاع المعني بإدارة العملاء 80%. عندنا إدارات بتلاحظون هالاداره فرضا 75 وهالاداره 85. هل هذا احسن من هذا؟ لا، لخصوصيته لطبيعته لشو ما كان المؤشر عنده اوطى. فنراعي هذا الشيء، لان لو انا اعطيته هذا ال 75 يمكن هو اصلا جايب 70،
فإذا قلت له من 70 إلى 80 ما بيحققه. فشو بيصير في النهاية عندي؟ أنا بقول أنت 80 وأنت 80، الاثنين بيحققون 80، لكن في واقع الأمر لا. المصيبة وين تستوي؟ إذا ما تحقق. فإذا ما تحقق ما بيتحقق هنا وما بيتحقق فوق. فإحنا شو قمنا نسوي؟ قمنا نسوي نوع من البفر زون، خط أمان. فقمنا نسوي هذه الطريقة، ننزلها ونراعي الاختلافات في القيادات وفي الوحدات التنظيمية وكذلك في مؤشراتهم، وما نضع مجال أن الكل بيمشي نفس الشيء. إحنا نعرف أن الكل ما بيمشي نفس الشيء ولا الكل بيحقق الأهداف المرجوة ماله. فرعينا هذا التنوع. إذا نزلنا حتى على مستوى الأقسام بنلاحظ أن الإدارة هي هدفها 85، لكن القسم الأولاني 90، القسم الثاني 80. وأنا أقيس على ذلك هذا الفكر بشكل عام، وبالتالي عملية تحديد المؤشرات مثل الرضا الموظفين أو العملاء مش بالسهولة عندنا في الدائرة أنك أنت بس تعق رقم كذي وتسوي تعميم أما فريق القيادة أو قرر سعادة مدير عام الدائرة أن الرضا يكون السنة كذي نو. وبعدين ينزل على كل مستوى وفي توقيع، توقيع مش إنه إيميل، لا توقيع، ويدخل في تقييم أداء السنوي. هني بعض النتائج اللي حققناها، سوينا أمور كثيرة، اشتغلنا سوينا، لكن تقاس الأمور بالنتائج. خلينا نقول شو النتائج اللي حققناها. دائما النتائج تأتي من جهات خارجية، وهذه مؤشرات تنافسية. أول واحد تقرير التنافسية الدولي عبر الإجراءات الجمركية، إحنا كان ترتيبنا الخامس، وصل ترتيبنا الثالث. وترتيبنا الثالث فقط لحساسية المنطقة. إذا كانت المنطقة عندنا الأول والثاني ما عندهم حساسية الأمنية في المنطقة اللي عندنا، أذروايز إحنا بنكون الأول عليهم من زمان. لما يتكلمنا هنا عن تمكين التجارة، مؤشر الخدمات الجمركية في عام 2014 كان ترتيبنا 38، في عام 2016 ترتيبنا الثاني. لما نتكلم عن مؤشر الأداء اللوجستي، هذا المؤشر يقاس على مستوى الدولة آخر واحد، أوكي، لكن إحنا شريك رئيسي فيه. هذا المؤشر وصلنا فيه إلى ترتيب 13 من ثلاثة، عفوا ترتيبنا سوري من 24 إلى 13 على مدى 6 سنوات. هذا التقييم الدولي لسلسلة الإمداد السبلاي تشين. ترتيبنا نحن كدولة الإمارات 11، لكن إذا جينا وقلنا في عين الاعتبار أن نحن 67% من تجارة الدولة تمر من خلال دبي، فنحن لنا 67% من هذا المؤشر. هذا المؤشر لأنك تتكلم عن سلسلة الإمداد بشكل عام للسبلاي تشين، وشغالين مع شركائنا لتحسينه. هذا شيء جميل هنا، هذا مؤشر يتكلم عن اللي هي الحكومة بلا أوراق، وأن دولة الإمارات اليوم بالمبادرات اللي موجودة منها الحكومة الذكية والحكومة الإلكترونية اللي سبقتها، واللي كان برنامج دبي ذا حكومة تميز داعم رئيسي وقوي لهم، قدرنا أن احنا ننتقل إلى مصاف الدول العالمية انزين، وأصبحنا في هذه الفئة اللي هي الأعلى على مستوى العالم. نحن اليوم أنا متأكد أن كل الدوائر نفس اللي احنا قاعدين نعيشها في جمارك دبي. نحن لما نروح الخارج ولا نروح المنظمة يقول لا أنتوا غير، لا أنتوا الكلام اللي تقولونه ما يفهمونه البقية. ففي فروقات كبيرة قدرنا نحققها خلال السنوات هاي. طبعا هذه نتائج 3 سنوات، أوكي only 3 years. زين عندنا أكثر من 12 شهادة، أكثر من 35 جائزة على مستوى الدولة، أكثر من 30 جائزة على مستوى الوطن العربي ما لها خص بال 35، أكثر من 50 جائزة على مستوى العالم. إجمالي جوائزنا خلال 3 سنوات 120 جائزة في جمارك دبي. تبون الصدق؟ نحن ما نقدر نوصل إلى 120 جائزة على مستوى العالم إذا ما كان عندنا برنامج دبي. لأن في معظم الأحيان أنا أخذ الطلب مالي اللي في برنامج دبي أعيد صياغته باللغة التي يفهمها البرنامج الثاني. بهذه الطريقة قدرنا احنا نتحقق، لأن احنا أصلا متميزين في البرنامج ونحن دائرة رائدة عالميا،
عشان كذي قدرنا نحقق هذا الشيء. مثال بسيط جدا على رضا العملاء، قبل 10 سنوات جمارك دبي كانت الأسوأ في رضا العملاء. قبل كم من شهر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كرم جمارك دبي لأنها الأعلى في رضا العملاء. 10 سنين من الأسوأ إلى الأعلى. يا لأنه كان في متابعة للأداء، كان في أداء مستمر. التحديات والفرص. اليوم احنا نواجه تحديات كثيرة جدا. أول تحدي وأبسط تحدي أنا أشوفه، أبسط واحد. التحدي هو خطة دبي. اليوم احنا 2017، الخطة بتنتهي في 2021. كل ما قربت السنوات كل ما الناس اللي كانوا متأخرين بدأوا شو؟ ينضكون ولازم يقدمون الأفضل. عندنا التحدي الثاني اكسبو 2020، يجب ان نكون متنافسين عالميا عشان نقدر نحط الشيء هذا. فهذا تحدي امامنا كمؤسسات حكوميه، كيف نحسن ادائنا. عندنا تحدي اخر اللي هو مسرعات المستقبل، كيف نحن نكون سريعين، كيف احنا ممكن يكون عندنا استشراف للمستقبل، كيف نطلع بمبادرات. في عندنا تحدي اخر كذلك موجود اللي هو التنكس، كيف نكون أفضل من دول العالم ب10 سنوات. بس أنا البارحة سألني واحد قال لي زين إذا إحنا صرنا أحسن من العالم ب10 سنوات بعدها شو؟ قلت له ترى هذا السنة الأولى، السنة الثانية بتكون عقبها ب10، السنة الثالثة ب10. 10 سنوات مفروض تكون أفضل من غيرك ب100 سنة. ممكن. ليش؟ لأن الخامة جاهزة. ليش؟ لأنك صار في تأهيل وتدريب وتطوير. ليش؟ مقومات إدارة المشاريع، التخطيط الاستراتيجي، الأداء، الشراكة، الاطلاع على أفضل الممارسات، المنهجيات، الخطط، الريادة، كلها موجودة وتم تغذية الدوائر الحكومية على مدى 20 سنة. تم تأهيل الدوائر الحكومية على مدى 20 سنة. التحدي اللي أنا أشوفه اليوم أعلى من هذيلا كلهم اللي هو كيف نرفع إنتاجية الموارد البشرية، كيف أزيد من إنتاجيتي أنا، كيف يزيدون أنتم من إنتاجيتكم. الحكومة مو مقصرة، كل يوم ثاني تعطينا مبادرة، كل يوم ثاني تعطينا هدف جديد، تعطينا دافع جديد. لكن السؤال الحقيقي كيف أزيد إنتاجيتي. اليوم القارئ في هذا المجال بيكتشف أن معظم الدراسات تتكلم أن الإنتاجية الدواء الموظفين في القطاع الحكومي ما تزيد عن 20-30%، 70% هدر في الوقت. إذا نحن قدرنا نستثمر مو ب70%، إذا زدنا إنتاجيتنا 10%، إذا زدنا إنتاجيتنا 20% فقط، فنحن بنقدر أن نحن شو نصل إلى آفاق جديدة ما سبقنا فيها أحد. مش سهل أنك ترفع أداء الدائرة، لأن بهذه الطريقة بتخلي كل موظف يشتغل بذمة وضمير أكثر. إخواني هذا الشيء مو سهل، لكن بنفس الوقت مش صعب، لأنه إرادتي أنا، ينبع من الإنسان نفسه. أنتوا بينكم بين بعضكم بتشوفون أن في موظفين في الإدارة ما يشتغلون، وفي موظفين يشتغلون، وأنتوا اللي موجودين اليوم هني كلكم من الناس اللي تشتغلون. لأن اللي يشتغل في مجال التميز والريادة لازم يكون إنسان exceptional عشان يقدر أنه يستحمل الضغط ويفكر خارج الصندوق، ويقدر أنه يدفع جميع موظفي الدائرة عشان يشتغلون. التميز هو ليس عمل فريق أو إدارة أو قسم أو قطاع، هي ثقافة مؤسسية. جزاكم الله خير وما قصرتوا، أتمنى لكم التوفيق، سامحوني على الإطالة.